القائد أعزائي. بالأمل تستمر الحياة، بالأمل تقدر تكسر كل القيود وتتعدى كل الأعقاد. هو ده شعار صديقتنا الجميلة في مواجهة الأعقاد. صديقتنا الجميلة رغم إصابتها بشلل الأطفال على عكازات من المعدن وبإرادة قوية، بتمارس صديقتنا الجميلة حياتها اليومية رغم كل الإعاقات والتحديات. صديقتنا الجميلة نموذج جميل لكل متعدي الإعاقة، لا إعاقة مع قوة الإرادة.